السلام عليكم. شو بيدي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني يقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيدي زاد، قناة اللي تكشف أمور، تكشف خاصة وين شنا، وين طلعنا دي فيديو شنا من ناد حليلو، وين حليزوفيتش، وين ولاو هذا الصحافة يتكلموا الفريق الوطني، عرفوا كيفاش يحطموا الفريق الوطني. من بعد يحوسوا يبردوا التهمه على روحهم ويقول لك باللي الحاج طرد المدربين، وحنا على بالنا بلي هذه الصحافه هي اللي طردت المدربين. نشوفوا من نهار الاول شكون هذا الصحافه وعلاش حطموا الفريق الوطني. هما هاد الناس اللي يخدموا، البعض كانوا يخدموا الصحافه المرتزقه، هاد الصحافه اللي نذكركم ونعاود نقولها لكم، فانيك اللي راحوا لاسرائيل وجابوا افكار معاهم، يعرفوا كيفاش يحطموا، بغاو يحطموا الجزائر عن طريق كره القدم، بغاو يديروها من السكر والزيت، بغاو يديروا من يديروا ما كذبش كلش. قالوا لهم ادخلوا لهم في الرياضه، ولاو يطردوا المدربين، ولاو جايبين يحطم كيسي مدرب ناجح يحطمه في طول الفريق الوطني يطيح. كي واحد تكون عندك بريباراسيون تاع كوب دافريك ولا كوب دي موند ولا باقي لك دو ماتش تروا ماتش باش تدخل في الكاليفيكاسيون، كيما داروا غوركيف وما دخلوا له في الكاليفيكاسيون غوركيف راح عامين هو يوجد، نهار اللي بغينا نلعبوا راح. شكون الصحافه حليلو الحاج محمد راورو عرف كيفاش يخلي يتحكم في اعصاب حليلو وخلاه يخدم على ذيك. وقول كيف جه هاتف باللي يخرج من الجزائر، هاتف باش يخرج من الجزائر باش ندخلوا لكم لي فيساكم. حنا اليوم نتكلموا، هيا لو راهي نشوفوا ان شاء الله بربي، وانتم الشعب الجزائري احكموا. اسمعوا هذا صحفي تونسي، دامرينو الصحافة تاعنا باش يتكلم، صحفي تونسي، هذا صحفي تونسي في جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا قدامنا نلعبو مع الجزائر مع تونس 2013. اسمعوا مليح، ولعبها صحفي جزائري، الصحافة تاعنا دمروه. اسمع اسمع، يعطيك صحة جمال. ايوا الصحافة تاعنا المرتزقة. هنا بنقول لكم، هنا قول كيف كوزات شوية كان غادي يولي يبيع قريوشة في الأسواق، كان غادي يولي يصنع قريوشة، خاطش على الصحافة تاعنا كان غادي يولي يصنع معاهم قريوشة. انا نقول لكم مزية، اهرب 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 ما طاعش. ولا يبيع الهندية، غير شوي ويبيع الهندية معاه. Tactiquement, parce qu'on cherchait à faire ainsi l'autre jour, mais avec
beaucoup plus d'application, beaucoup plus de rythme, aider à reconnaître notre équipe. Qu'est-ce que c'est un plan de marché réellement? وليد Je sais pas, changer de lunettes. Pardon? Changer de lunettes. واو عنده الحق. Parce que bon, je suis très content de la prestation de l'équipe. واو on n'est pas d'accord. Alors, vous êtes sûr que vous êtes content de la prestation de nos joueurs et de l'équipe? Mais de dire que احنا منافقين, يا ودي ماشي منافق. ما نقدروش ندوزو هذا السون دو تو. يا ودي انت شكون؟ ودي حنا شتو كيفاش هذه الصحافة كانت تخدم, هذه الصحافة كيفاش كانت, كيفاش خدمت من نهار الأول حتى اليوم. الصحافة ما تسكتش على المدربين, الصحافة نقول لك على من سكتوا, سكتوا على الكاراس زاتشي ولا يعطيهم في الدراهم, قال لك نصبروا, وزادوا سكتوا على ماجر, ماجر حتى ولا يقول لك نصبروا عليه على السنين, نصبروا عليه على السنين, ولا يقول لك على ماجر نصبروا على السنين, وماجر ماركا البورتو, ماجر ماركا البايرن ميونيخ, ماجر اعطونا السي في, يقول لك اسكت ماجر ماركا. يا ودي احنا ما قلنا لكمش ماجر كلاعب, احنا ما وليناش ننتقدوا بماجر كلاعب, احنا انتقدناه كمدرب. الصحافه ولات مبدله الراي العام باش يخدم كيما هكا, دراهم اللي يديهم الكاراس يديهم ماجر, اللي يديهم واحد اخر يديهم ماجر, تما خلي ماجر يدي دراهم ياكلوا معاه الحوت. راه ماجر يخلصنا, يخلص الهداف مساهم في الداخل بال, داخل بالاسهم في الهداف, ماجر منا ماجر منا, يعطيك ماجر يخلص علينا الحوت. خلوا ماجر, خلوا ماجر ونروحوا نلعبوا في سيدي موسى 7-7. سيدي موسى ولا 7-7 ولا تاع العراس, ولا اللي يعرف, يعرف كاش الخنز يديه فما كل حاجه فما, ولاد معشاشه, ولاد معشاشه. خلو ماجر يخدم, خلو ماجر يدينا الركسه, ولا كل ليله, كل ليله شيخه تغني فماك, والطياب كاين فريد فماك, هذاك فريد الكويزيني الشيات هذاك طياب فماك, كاين كلش الماكله كلش كاين, الدراهم كاين, ولاد معشاشه فماك. شوف هذا الصحافه باش نجيبوكم نوروكم بالادله هذا الصحافة كيفاش. هذا الصحافي الاول اللي كان يهدر محاليل وبين قولكم تونسي, هذه نهار اللي لعبنا مع تونس 2013 خسرنا 1-0 تاع المساكني اللي مركاها 2013, هذه قدام الماتش بنهار جابوا تونسي كما سيطرح لي في الأسئلة بالعاني. والصحافة تاعنا سيبور جمال, هذه مليحة جمال صحيت جمال, شوف وين وصلت, شتو كيفاش, شت هذه الصحافة هذه الخبيثة هذه, حاشا اللي ما يستاهلاش ينحسبوا على الأصابع, قلتها ونعاودها. أما لازم المحاسبة هذه الصحافة, هذه الصحافة الخانزة, هذه الصحافة اللي خونوا اسم الصحافة, والله لا نحشم. تسيب, تسيب عمي حسين جناد, تسيب فريد معطاو, معطاوي, تسيب رضا عباس, أري رضا عباس كره وخر كاع, كره كره منهم, كره راه يجي يهدر شوية ويروح. رضا عباس تسيب تشوف ناس كاين مقيين بصح سيالة القوة. ونعاودوها لكم ونقولوها لكم, قال لك كانوا زوج يبيعوا الحليب يحلبوا من البقرة واحدة, واحد يكمل الحليب بتاعو وواحد ما يكملش, واحد يدير يزيد فيه الحليب واحد مسكين ما يزيدش فيه, لي يزيد الحليب ولا يكمله بالخف, ولي ما يزيدش مسكين ولا يقعدو حتى يخسر. راح عند الامام قال له يا يا يا, يا الامام قال له انا نجيب الحليب, قال له انا نجيب الحليب نقي وصافي, قال له من الناس ما تشريش عليا, قال له ولي وصاحبي نحلبوا من البقره واحده يزيد فيه الحليب يكملوا, قال له قال له تولي, قال له يجيب 5 لترات تولي 15 لتر يكملها, وانا قال له غير 5 لترات ما نكملهاش. الامام اش قال له؟ قال له ولدي ولاد الحرام يروحوا عند ولد الحرام, ولاد الحرام يروحوا عند ولد الحرام. شوف الصحافه وين راهي تمشي, وين راهي تروح, شوف الصحافة وين راهي تروح. قال له ولدي ولاد الحرام يروحوا عند ولد الحرام, هذه هي, هذه هي. شوفوا كي رانا, شوف اليوم, شوف اليوم وين اصبحنا. بصح هذه منين؟ هذه لازم من الوازل الاتصال, يد بحديد, ولا هو يطرد ويجيبوا رجال, يجيبوا راجل في المكان تاعو وين يحاسب هذه الصحافة, وين يحاسب هذه الصحافة. مراد بوطاجين انت ابوك تاع الصحافه, تنجم تهدر معاهم تقول لهم حبسوا,
وانت مراد معتدل واحد العام شكيت بالجزائر في تونس، روحت لتونس ودرت قضيه، ربطت قضيه على الجزائر، كاع فيكم صاركم كل حبه تاع الزيتون كاع داخل فيكم عود 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 عود، حبه تاع الزيتون جاي داخل فيها عود، صار لكم كي الزيتون كاع داخل فيكم عود. هذه هي تحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا. وقلت لكم غادي نولي بالبرهان، نولي معاكم بلي فيديو بالبرهان، خاطر علاه هكا في طعم ما خاطش انتوما لا اله الا الله، تحوسوا على النقاط. وبو حنيكه ما تبقاش تعاود هدرت، هي انا قلت باللي الالمان لو كان نلعبو كونت الالمان نقولو مهيتر يخرجوا، انت ما تعاودهاش، مشي عندكم دخلت البغل، تباتوا تتفرجوا فيا والصباح تعاودوا هدرتنا. هذه هي تحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار وبيب الجزائري.